أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. رحب سفير بريطانيا في ليبيا بتطهير الجيش الوطني الليبي مدينة بنغازي من الجماعات الإرهابية، وقال إن الإرهاب لا مكان له في ليبيا، متمنيا أن يجلب تحرير المدينة السلام والأمن والازدهار إلى أهل بنغازي. تتواصل الهجمة العسكرية لقوات الأسد وحلفائها على أحياء دمشق وبلدات الغوطة الشرقية بقصف يومي ومحاولات مستمرة للتقدم في حي جوبر وعدة مواقع يتصدى لها الثوار، في ظل استخدام قوات الأسد للأسلحة المحرمة دوليا في عمليات القصف بشكل متكرر. وتكرر استخدام الغازات السامة كان آخرها اليوم على جبهات حي جوبر، مما تسبب بحالات اختناق عديدة. أعلن الجيش الفرنسي أن مقاتلاته شنت 600 غارة خلال معركة تحرير مدينة الموصل من مقاتلي تنظيم داعش. قال المتحدث باسم الجيوش الفرنسية أن المقاتلات الفرنسية شنت منذ بدء مشاركتها في عمليات التحالف الدولي ضد داعش في أيلول سبتمبر من عام 2014 ما مجموعه 1307 غارات جوية في سوريا والعراق. أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد حالات الوفيات جراء الإصابة بوباء الكوليرا في اليمن إلى أكثر من 1600 حالة. قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن أكثر من 300 ألف يمني أصيبوا أو اشتبه في إصابتهم بوباء الكوليرا منذ تفشيه في البلاد قبل قرابة 3 شهور. أحصت السلطات الفرنسية نحو 100 شخص لديهم تراخيص بامتلاك أسلحة نارية رغم إدراجهم على لائحة التطرف، وطالب وزير الداخلية بتقييم جديد للأشخاص المدرجين على لوائح التطرف الذين يشتبه في حيازتهم لأسلحة نارية. أعلنت الولايات المتحدة أنها ستعرض على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يفرض عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية إثر إطلاقها أول صاروخ باليستي. وحذرت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة كوريا الشمالية من أن بلادها مستعدة لاستخدام كامل قدراتها لدرع كوريا الشمالية بما في ذلك القوة العسكرية. توصلت دراسة أمريكية حديثة نشرت نتائجها في دورية بحوث سرطان الثدي العلمية إلى أن اتباع الحوامل لنظام غذائي يحتوي على نسبة عالية من الدهون يؤدي إلى تغيرات جينية تجعل المواليد من الإناث أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي عند الكبر. نهاية الموجز، تحية وإلى اللقاء.